وسهلا فيكم بالحلقة العاشرة بدروس Ein Verb, Ein Präposition. مثل ما تعودنا أنا بكل حلقة أحكي عن عشر أفعال والحرف اللي بيجي بعدهم اللي دائما لازم يجي بعدهم يعني ولحتى تكمل معنى الجملة وأعطي عليهم أمثلة. طبعا هلأ أنا بالأفعال اللي بيجي بعدها حرف جر بياخد بعده داتيف يعني اسم مجرور. خلينا نكفي الأفعال. الفعل الأول معنا لهذا النهار هو Führen. Führen zu. يعني الفعل führen بياخد معه دائما الحرف zu. بتجي بمعنى يؤدي إلى. مثلا Diese Diskussion führt zu keinem Resultat. Diese Diskussion führt zu keinem Resultat. يعني هاي المناقشة بالألماني هنا شو بيقولوا؟ تؤدي إلى ولا حل. بس نحن بالعربي بنقول لن تؤدي إلى حل. ريزولتات هو طبعا الحل أو نتيجة. الفعل الثاني هو زيش فرشتن. زيش فرشتن يعني يرتعب أو يخاف. تأخذ الحرف فا يعني من. إذا ترجمناها للعربية خاف من. نأخذ مثال. Ich fürchte mich nicht vor Mäusen. Ich fürchte mich nicht vor Mäusen. يعني أنا لا أخاف من الفئران. طبعا جمع ماوس هي مويزة. الان ضفناها هون كونه بعد فا بيجي داتيف ونحن بنعرف انه دائما الجمع وقت اللي بيجي بموقع اسم مجرور بيجي بعده او باخره حرف ان. مثل هون مويزة صارت مويزن. الفعل الثالث هو gehören. Gehörst du auch zu dieser Klasse? Gehörst du auch zu dieser Klasse? يعني هل أنت تنتمي أو تخص لهذا الصف؟ طبعاً الأنسب إنه نحن نقول ينتمي إلى. هل تنتمي أنت لهذا الصف؟ دي كلاسة صارت عنا هون ديزا كلاسة يعني دا كلاسة. شو معناتها؟ يعني دي صارت دا بسبب إنه صارت هي اسم مجرور. الفعل الرابع هو gratulieren. gratulieren بتجي بعدها الحرف سو. يعني يهنئ بشيء معين. مثل Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. يعني أنا أهنئك بعيد ميلادك. إذا أنا بدي أقول أنا بهنئك بقول Ich gratuliere dir. إذا بدي أقول أنا بهنئك بعيد ميلادك فبقول Ich gratuliere dir zum Geburtstag. طبعا هي zu dem Geburtstag بسبب أنه Geburtstag هي der Geburtstag وبما أنه هون إجت بموقع اسم مجرور بتصير zu dem Geburtstag. الفعل الخامس هو halten. halten لحالة إذا إجت بيجي بمعنى يوقف أو يقف. أما إذا إجت الجملة ومع فعل halten مع حرف الجر von فبيجي معنى إنه مثل يعطي رأيه بشيء معين. خلينا ناخد مثال ليتوضح عنا المعنى أكثر. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Was halten Sie von diesem Vorschlag? يعني شو بتقول لهذا الاقتراح؟ شو رأيك بهذا الاقتراح؟ كمعنى بيجي إنه رأيي بي. Halten von يعني الرأي بي. Handeln von. Handeln von نفس معنى gehen سبق وحكيت بدرس ein Verb, eine Präposition وقت اللي كنت عم بحكي عن أحرف اللي بيجي بعدها مفعول به عن الفعل gehen إنه إذا إجا بعده الحرف بصير معناته يتحدث عن. إذا عم نحكي نحن عن قصة فمنقول هالقصة بتحكي عن أو هالفيلم بيحكي عن منقول es geht هون منقول es handelt von فشو من بيكون المعنى إنه يتكلم أو يتحدث عن ولكن مو شخص بده يكون كتاب أو مسلسل. Der Film handelt von Mäusen und Menschen. Der Film handelt von Mäusen und Menschen. يعني الفيلم بيحكي عن الفئران والأشخاص. الفعل السابع هو hindern an. hindern an يعني يعيق بي. بعمل شيء معين يعني. Das Telefon hindert mich an der Arbeit. Das Telefon hindert mich an der Arbeit. يعني التليفون عم يعيقني عن العمل. hindern بيجي بعده أكوزاتيف عادي لأنه هو عم يعيقني. hindert mich ولكن حرف
الجر an هو اللي بيجي بعده اسم مجرور فدي Arbeit رح تصير der Arbeit. Das Telefon hindert mich an der Arbeit. Hören von. Hören von. طبعا hören معناتها يسمع. Von يعني من. ولكن إذا إجا فعل hören وبعده von فبتجي المعنى إنه يسمع عن. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. يعني أنا سمعت عنك كتير شغلات. أو سمعت عنك كتير. Sich irren in. Sich irren in. إنه يخطئ أو يعمل غلط بشيء معين. Entschuldigung, ich habe mich in der Hausnummer geirrt. Entschuldigung, ich habe mich in der Hausnummer geirrt. يعني عفوا أنا خربطت برقم البيت. إذا أنا مثلا دقيت الباب على شخص وفتح لي وكان مو هو الشخص اللي أنا بدي أشوفه. لقيت حالي مخربط أو دائق على شي محل غلط. ففيني أقول ich habe mich in der Hausnummer geirrt. يعني أنا أخطأت برقم البيت. الفعل الأخير معنا لهذا النهار هو kommen zu. Kommen zu بتيجي كمعنى شوي قريبة ل führen zu. حكيت إنه führen zu معناتها يؤدي إلى. Kommen zu بتيجي شوي بهذا السياق ولكن الاختلاف هو بسيط. خلينا نشوف المثال لحتى لكم شو الفرق بين kommen zu führen zu. Wegen des Nebels kam es zu vielen Unfällen. Wegen des Nebels kam es zu vielen Unfällen. يعني بسبب الضباب أدى هذا الشيء لكتير من الحوادث أو كتير حوادث. طبعاً führen zu نحن فينا نستخدمها إنه نحن نحط الفاعل مثلاً مثل هون نيبل فينا نقول فوراً نيبل führt zu vielen Unfällen يعني الضباب بيؤدي لكتير حوادث ولكن وقت اللي بدنا نقول نحن kommen zu مثل إنه كمان بمعنى شوي يؤدي إلى ما فينا دغري نقول نيبل كام استوفين أنفين بدنا نقول نحنا بسبب الضباب حصل الكثير من الحوادث فمنقول wegen des Nebels kam es zu vielen Unfällen. يعني الفرق بيناتهم إنه führen zu نحنا فينا قبل كلمة أو فعل führen فورا نحط الفاعل وبعدين نحط الفعل أما هون بدنا نقول بسبب الضباب بسبب الزحام بسبب شيء معين وبعدين نحط kam es zu لحتى تزبط. خلصوا الأفعال معنا لهذا النهار بتمنى يكونوا فادوكم. أي سؤال أو استفسار بالنسبة لهذا الدرس أو كمان لدروس تانية حكيت عنها بالسابق وأنتوا في شيء ما فهمتوا تماما فيكن تتركوا لي بالتعليقات وإن شاء الله رح أقدر جاوب على كل أسئلتكم. بتمنى لكم نهار سعيد. بستم نيكست مال.